طريقة لو كان عندي هلا السورس ممكن يكون السورس بوزيتيف ممكن يكون السورس ممكن يكون اي سي ممكن يكون دي سي. لو كان عندي السورس اي سي راح يكون عندي 3 فيز او سنجل فيز ريكتيفاير خلينا نفترض انها 3 فيز. هي عندي بريدج واحد انا استخدمت وهنا راح يكون كنترول. ليش بعمل له كنترول من هون؟ عشان بغير ايش بغير الاوتبوت اللي هون بتغير افريج فوق. اذا بتذكرين اظن اشتقينا معادله افريج بنعتمد على كوساين الفا وبعدين هون موجود 3 على باي على باي في في فيز بيك. اوكي يعني بجيب الفي البيك تبع الفيز فولتج اللي جاي من هون. هي عندي هون راح يكون في فولتج وهون فولتج وهون فولتج اللي هو ار اس تي. الفي بيك للفيز هو بين ار والنيوترال البيك فاليو تبعه. بحطهم هذول الثلاثه من هون هذول الثري فيز سيستمز بعمل فايرنج باخر الفايرنج انجل الفا من ال 30 درجه بالنسبه للار. اذا متذكرين حكينا عن هون وهلا بتكون عندي هون اي اوتبوت فولتج. وهلا هذا حسب الفايرنج انجل اذا كانت الفا بتساوي زيرو شكلها راح يكون 6 بلس ريكتيفاير 1 2 3 4 5 6. بس ابدا ازيد الفايرنج انجل من هون ببدا الافرج تبع هذا ينزل. فاحنا في افرج اللي بيهمني هون اللي عم بيطلع هو على الاوتبوت. هلا هذا راح اخذه احطه الان على دي سي موتور. هلا هون السؤال اي كوادرانتس بقدر اشغله بهاي الحاله؟ الاول الاول واضح ما فيش فيه مشكله مش هيك؟ بقدر احط انا بوزيتيف فولتج عليه، هي عليه بوزيتيف فولتج وهو عماله بلف بالاتجاه البوزيتيف هذا اللي موجود هون، يعني انا عمالي بحط عليه هون بوزيتيف فولتج بهذا الكوادرنت او اللي بدك تفكر فيها هون وهو ماشي بوزيتيف سرعته بوزيتيف وحطيت عليه انا بوزيتيف ومرتور فاعطاني الكوادرنت الاول، الكوادرنت الاول فيش فيه مشكله هون. هلا السؤال انه هل انا بقدر امشي نيجاتيف كارنت؟ هل عمر الكارنت ممكن يصير نيجاتيف هون؟ لا ما عمر الكارنت ممكن يصير نيجاتيف لانه هدول ما ممكن يدخل فيهم هون. اذا التورك ما ممكن اعمل فيه نيجاتيف، التورك نيجاتيف هذا هون ما ممكن، هذا غير ممكن وهذا غير ممكن، واضح ليش؟ واضح ليش مش ممكن؟ شو بدي اضطر اعمل اذا بدي اعمل نيجاتيف تورك؟ كمان بريدج اضطر اجيب بريدج ثاني واعكسه هون احطه عليه. اوكي مظبوط؟ لكن في عندي كوادرنت ممكن اشتغل فيه بحالات خاصه، خلينا نطلع عليه شوف شو الكوادرنت. هذا الكوادرنت قلنا مستحيل اللي هو هذا الكوادرنت مستحيل، مستحيل اعطيه تورك نيجاتيف، لكن ممكن اشتغل في حالات معينه ممكن اشتغل في هذا الكوادرنت. شوفوا ايش ممكن يصير لما يشتغل في هذا ايش السبيد راح تكون؟ نيجاتيف. السبيد راح تكون نيجاتيف يعني الفولتج الباك اي ام اف نيجاتيف، معناها هو عماله بلف بعكس الاتجاه. لما هو بلف بعكس الاتجاه شو راح يصير الفولتج اللي هون؟ لاحظوا هو عاده الفولتج بيكون هيك الباك اي ام اف مضبوط، بس لما هو بلف بعكس الاتجاه شو راح يصير الفولتج؟ اوكي ماشي. اذا هو هلا بلف بعكس الاتجاه. هلا شوفوا شو بقدر اعمل الان. بقدر اجي احط فولتج. هلا هذا نيجاتيف بوزيتيف، هلا هذا بكون بوزيتيف نيجاتيف. انا ممكن اجي احط الان هون هذا بوزيتيف هون ونيجاتيف هون. انا راح اشوف كيف ممكن، بس الكارنت راح يضل ماشي بهذا الاتجاه. خلينا نشوف كيف ممكن يعمل هيك. هلا هذا نيجاتيف بلس راح يكون كانه الموتور هيك شكله مزبوط، وفي بينهم ار اي وال اي، وهذا اللي طالع من هون راح احطه كمان معكوس لاني راح اعمل هلا الفايرنج انجل بطريقه معينه بحيث يعطيني نيجاتيف. هلا الكرنت باي اتجاه راح يمشي؟ راح يمشي هيك ولا راح يمشي هيك؟ حسب شو الفولتج. هلا هذا هو اي جي تبع المحرك وهذا اللي هو في اوت تبعنا اللي موجود هون. هلا انا الكرنت ما بقدر امشيه غير بهذا الاتجاه مش هيك؟ حط الفا اكثر من 90. اذا مين بده يكون اكبر؟ مين لازم يكون اكبر حتى يمشي الكرنت؟ اي جي. اذا اذا كان عندي اي جي كماجنتيود اكبر من في اوت كماجنتيود رح يضل يمشي عندي كرنت بهذا الاتجاه من هون. اذا بالحاله هاي الكرنت ماشي هون، اذا التورك ايش رح يكون؟ بوزيتيف. لانه التورك بوزيتيف لانه الكرنت بوزيتيف مش هيك؟ فالتورك بوزيتيف، فانا في اي كوادرنت هون وعمالي بمشي بعكس الاتجاه مضبوط؟ طيب كيف رح اطلع من هون نيجاتيف فولتج؟ حط اكثر من 90. تمام. اذا نطلعوا هلا على هاي اللي هون الزاويه اللي موجوده هون في افريج بيساوي 3 جذر ال 3 بس تعطيني ماجنتيود، وعلى باي بتعطيني ماجنتيود، وفي بيك بيك بتعطيني ماجنتيود. ضل ايش عندي؟ كوساين. فقديش كوساين ال 90؟
زيرو. اذا كوساين الفا لما تكون اقل من 90 شو راح يكون الفولتج اللي طالع من هون؟ بوزيتيف. لما تصير الفا اكثر من 90 شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي نيجاتيف. هاي الحاله الوحيده اللي ممكن يصير عندي، راح يضل الكرنت ماشي بهذا الاتجاه، فالتورك بوزيتيف، فالمحرك ماشي بعكس الاتجاه، بس انا ايش عمال بمرر فيه كرنت بحيث اني احاول اعمل عليه بوزيتيف تورك، عم بعمل عليه بريكنج. هو تحول لجنريتر مزبوط. ليش هو جنريتر؟ طلع هذول الاشارتين. الكرنت كيف مار في الموتور؟ من اي تيرمينال عم بيطلع؟ من النيجاتيف ولا من البوزيتيف؟ البوزيتيف. انا شو عم بيصير في الباور سبلاي؟ هو صار هذا سبلاي مش هيك؟ صار هو بزودني طاقه كهربائيه. مين اللي عم باخذ هاي الطاقه؟ السول. عم باخذها هون، وهذا برجعها بالانفرجن لما تكون باي اكثر من 90 عم برجعها للسورس من هون، فهذا تحول لانفرتر. هذا 3 فيز ريكتيفاير، هو احنا اسمه ريكتيفاير، بس لما تصير الفايرنج انجل تبعته اكثر من 90 راح ايش يتحول؟ الانفرتر. هلا الطلاب بقول لي كيف بدك تقول انفرتر وفيش في اي جي بي تيز؟ احنا عاده الانفرتر شو لازم يكون فيهم؟ الانفرترز اللي احنا بنبنيهم فيهم اي جي بي تيز عشان اعملهم سويتشنج اون اوف، لكن هاي حاله خاصه. لما يكون عندي 6 اس سي ار هون بالحاله هاي وفي سبلاي اصلا جاي من هون، فالسبلاي اللي جاي من هون هو اللي بحدد الفايرنج انجل، هو بحدد الفيز. بهاي الحاله لما تكون الفا اكبر من 90 واقل من 180 راح يكون الافرج فولتج اللي طالع هون نيجاتيف. الباور من وين عم تيجي؟ عم تيجي من المحرك. وين بتروح؟ بتروح على السورس، والسورس بترجع على ار واس وتي، فالكرنت راح يصير يرجع رجوع. هذا هون السبلاي، يعني لو عندي انا في عماره هون وهي الحاله موجوده راح الاقي في باور عم ترجع عندي هون وبترجع في السبلاي، بس الفارق انجل شو لازم تكون؟ اكبر من 90. كانت اكبر من 90 راح ترجع الطاقه عندي هون، فالباور نيجاتيف اكيد نيجاتيف مضبوط. هي هون هاي عندي الفولتج الباك اي ام اف اللي جاي من المحرك نيجاتيف لانه عم بلف بعكس الاتجاه مضبوط. الكرنت لسه بوزيتيف. ليش الكرنت بوزيتيف؟ واضح عمره الكرنت ما راح يعكس هون. ليش؟ اذا هذه الحاله بهذه الارينجمنت اللي موجوده هون اي كوادرنت بقدر اشتغل؟ بس بالتالي، لكن ما بقدر اشتغل في الكوادرنت الثالث او الرابع. ما بقدر اشتغل في هدول التو كوادرنتس لان عمري ما راح اقدر اعكس الكرنت، واذا ما عكست الكرنت عمره التورك ما راح يصير نيجاتيف. ما راح يصير نيجاتيف، بس عملت بريكنج على السيستم، قدرت اعمل بريكنج على السيستم. لاحظوا تذكروا هاي هون الكرنت عماله بيطلع من البوزيتيف تيرمينال، معناها هذا صار سورس وهذا صار لود، كانه هذا عم باخذ الطاقه. اي ديفايس بدخل فيها كرنت من البوزيتيف تيرمينال بيطلع من النيجاتيف تيرمينال، ايش عماله بتعمل؟ عم تاخذ طاقه. زي الريزستر، الريزستر ايش بيكون؟ لو الريزستر بياخذ لود وين بدخل الكرنت؟ من اي تيرمينال؟ من البوزيتيف وبيطلع من النيجاتيف، هو باخذ طاقه. اي ديفايس بيطلع الكرنت من النيجاتيف بيطلع من البوزيتيف وبدخل على النيجاتيف معناها هو سورس، مش هيك؟ واضح؟ شو بيعمل عماله السورس هذا؟ كل كولوم بمر من هون، اذا كان 1 فولت عماله بعطيه 1 جول، كل كولوم عماله بيرفعه، مش عم بيرفعه زي المضخه عشان هذا بترفع الانرجي اللي موجوده بهاي. هذا هون في عندي 2 كوادرنت اوبريشن، اذا بدي 2 4 كوادرنت اوبريشن شو لازم اعمل؟ يعني ما راح اقدر استعمل هذا بفايرنج انجل اكثر من 90، ما راح اقدر اعمله بحيث اني اشتغل في الكوادرنت الثالث والرابع، رغم انه هو بعطيني نيجاتيف فولتج، بس بعطيني نيجاتيف فولتج بس الكرنت ايش لازم يضل دائما؟ بوزيتيف. هاي المشكله ما بزبط، فلازم اجيب بريدج ثاني، احط بريدج ثاني معكوس هون حتى اقدر اشتغل في الكوادرنت الثالث او الرابع.